انا لو بحط اسئله الوزاره مستحيل ما احطش هذا السؤال ضمن اسئله الوزاره، شامل اكثر من فكره، زي ما بنقول احنا هيك بالمثل العامي ضارب اكثر من عصفور بحجر. هون في عندي مشتق حاصل ضرب اقترانين، يبقى بالتالي بدي اشتق حسب قاعده الضرب اللي بتقول الاول في مشتقه الثاني زائد الثاني في مشتقه الاول. طلع يا جماعه الخير، الاول كما هو اي اس 2 اكس ناقص 2 في مشتقه الثاني، كيف بنشتق اللين؟ نشطبه تحت زي ما هو اكس فوق المشتقه 1 زائد الثاني كما هو لين الاكس في مشتقه الاول، شو مشتقه الاي؟ هاي يعني نزلت واللي فوقها كمان نزل. طيب مش حاف، يبقى بدنا نشتقها، شو مشتقتها؟ 2. دائما لما يعطيني عدد اعوض فيه اتعاملوا مع هذه القصص يا جماعه الخير، اقواس اقواس، دائما اقواس اقواس، كل قوس لحال. اي عوضوا لي الواحد 2 في 1 2 ناقص 2 0، عوضوا لي الواحد 1 على 1، عوضوا لي الواحد لن الواحد، هاي 2 في اي 2 في 1 2 ناقص 2 0. ليش حابب هذا السؤال؟ اول شيء استخدمنا قاعده الضرب، ثاني شيء قاعده مشتقه الاس الطبيعي، ثالث شيء مشتقه اللن كمان. طلعوا يا جماعه الخير، اي اس 0 1 هذه لازم نكون عارفينها طبعا، 1 على 1 1، ولن الواحد 0 لازم نكون عارفينها. وهون بغض النظر شو ما طلعت، تطلع بغض النظر انا بدي الاندو، هاي الاندو، هاي 2 وين الالم؟ 2 اي اس 0 اللي هي 1. ليه ما همني كثير قديش قيمتها؟ لانه صفر ضرب اي شيء صفر، وهون عندي واحد في واحد واحد، وواحد زائد صفر يساوي واحد. جماعه كثير مهم السؤال، ركزوا لي عليه، الله يوفقكم ويعطيكم العافيه.